عصير جلب زائر من نوع خاص على المائدة الرمضانية وفي العديد من المناسبات. يتكون العصير بشكل أساسي من لب الزبيب ودبس العنب والسكر وماء الورد، ويتم تخفيفه بالماء البارد، ويعتبر من العصائر المفيدة لصحة الجسم بسبب احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات مثل فيتامين B6 و B3 والكالسيوم وفيتامين C والمعادن والعناصر الأساسية، وكميات قليلة من الأحماض الدهنية الأساسية مثل الأوميغا 3. تزداد قيمة العصير الغذائية عند إضافة المكسرات إليها لاحتوائها على خصائص مضادة للأكسدة تمنع نمو وانتشار الجذور الحرة في الجسم والعديد من الخصائص الأخرى. فوائد عصير الجلاب: يرطب الجسم ويحميه من الجفاف الناتج عن عدم الحصول على كميات كافية من السوائل، ويخلصه من التعب والإرهاق لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، وينعش البشرة ويحسن صحتها بشكل عام، ويمنحها النضارة والحيوية والنعومة والترطيب. يحتوي عصير الجلاب على نسبة عالية من السكر، لذلك لا ينصح باستهلاكه من قبل مرضى السكري، ولتجنب ارتفاع مستوى السكر في الدم عن المعدل الطبيعي، وبالتالي يؤدي إلى حدوث مشاكل صحية، كما يجب استهلاكه بكميات معتدلة بشكل خاص لمرضى الضغط المرتفع لاحتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون.